عليكم ورحمة الله وبركاته. مع دروس الرياضيات دائما مع البطاقات، دائما مع المقارنة، دائما مع الترتيب، دائما مع الحصر وتسلية. تسلية في الرياضيات، يعني كل ما تكون عندي بطاقات مع وليدي راح يتسلى معايا وراح يتعلم في نفس الوقت بطريقة بسيطة، ما تستدعيش جهد كبير خلاص. راح نلعب اليوم، راح نلعب لعبة جميلة في المقارنة، راح يعني راح نرتبه بطريقة بطاقات بتسلية إلى غير ذلك. لاحظوا معي اليوم الدرس عندنا بطاقات بسيطة. راح نديروا الرمز أصغر أكبر يساوي بين هذين العددين اللي كونناهم البطاقات. إذا العدد 71 327. إذا ما حنقارن مباشرة واش ندير؟ مباشرة ما نرمز مباشرة. يقول مباشرة بلا ما تقارني، نقول لا مش إنه عن طريق البصر. هذا عنده رقمين، بطاقتين فقط. هذا عنده ثلاث بطاقات، مش كون العدد هذا. هذا أصغر. اللي عنده رقمين دائما هو أصغر. لكن أنا مش حبيته، كان لعب مع وليدي، وش راح أقول له؟ قل له وليدي أنا ما حبيتش هذا الرمز هذا. حبيت هذا الرمز يكون هنا. يقول لي مستحيل. نقول له تصرف، أنت تتصرف بحيث الرمز هذا يبقى كيماره. يروحوا مباشرة ثلاث أرقام، هنا يا رقمين، واش راح يدير؟ يروح يجيب بطاقة مثلا، يصبح على 7 × 10 يصبح 100، إذا 700 و 19 أكبر من 327. هنا واش حندير؟ رايحة نحيل الواحد، نقول له أنا حبيت الرمز هذا يبقى كيما راه، يتصرف، واش يتصرف واش حيدير؟ يجيب 7. إذا أنا واش راح ندير؟ نخلي كيما راه، نقول له أنا حبيت الرمز هذا يكون كيما هذا، يكون هذا أكبر من هذا. يقول لي مستحيل، 790 يكون أصغر من 300. نقول له تتصرف، واش حيدير؟ يحيي بطاقة واحدة أو يلعب، يحيي بطاقة يصبح رقمين. نقول له لا، أتصرف بحيث تخلي لي ثلاث أرقام هنا مباشرة. إذا حس معاه دير رقم أصغر من ثلاثة، مثلا دير واحد، يدير غير لكن راح يقارن وليدي بدون جهد، بدون ستريس، بدون ضغط، راح يلعب وليدي. نبقى دايما في اللعب، نبقى دايما نلعب مع وليدي، نوجد له البطاقة، نحضرها له ونقول له خصنا بطاقة بحيث هذا العدد يكون أصغر من هذا العدد. ما هو العدد أو ما هو الرقم اللي نضيفه في مرتبة العشرات باش يكمل لي الصفة، صفة المقارنة. الآن مباشرة أنا نحب ندير 7 مثلا، 278 أصغر من 279، نقدر ندير 3، 238 أصغر من 237، نقدر ندير مثلا 5. ويجيب لي البطاقة يبدأ يدير بحيث تحقق المقارنة. هو رياضة في نفس الوقت رياضة.